مجلس الحرب وقع في بعضه. الواحد ما يحبش يتكلم عن دولة الاحتلال يومين ورا بعض، لكن حدث مهم حصل امبارح. مجلس الحرب اللي فيه القيادات العليا اللي بتوجه حرب الإبادة حصل امبارح ما بينهم مشاكل كبيرة، ودي حاجة سعيدة حبيت أشاركها معاكم. العنوان: مجلس الحرب يطلق النار على بعضه. الموضوع بدأ بجانس بيقول: في أقلية سيطرت على قيادة إسرائيل وبتقودها إلى المجهول. أنا هدي نتنياهو لغاية 8 يونيو عشان يحدد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها. مكتب نتنياهو رد عليه وقال إن جانس اختار إنه يصدر إنذار نهائي لرئيس الوزراء نتنياهو بدلا من إصدار إنذار نهائي لخماس. راح دخل وزير المالية في النص: إحنا هننتصر بوجود جانس ولا من غيره، بفضل مقاتلينا وشعبنا. زعيم المعارضة هو كمان أدلى بداله: أقول لجانس وأيزنكوت كفاية واخرجوا من مجلس الحرب، وكفاية بقى مؤتمرات صحفية. لو أنتوا ما كنتوش في الحكومة كان زماننا خلصنا من نتنياهو وبن غفير من زمان. بن غفير بقى هيسكت؟ بن غفير لازم يدلق كلام هو كمان. فقال لك إيه بقى؟ جانس منافق وكذاب ويعمل على تفكيك الحكومة. الحقيقة يا جماعة مش عارفين نقول لكم إيه غير إن نستمروا مجهود طيب، وأحب أهديكم قول الشاعر المصري الحكيم: ولعها ولعها شعللها شعللها، وإن شاء الله يضرب الظالمين بالظالمين ويكتب الفرج من حيث لا نحتسب.